إلى أخبارنا الثقافية، البداية مع اختتام تظاهرة دار الدزاير التي عرفت تسلم الوزير الأول عبد الملك سلان نيابة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهادة عرفان وتقدير من قبل الوفود المشاركة في هذه الطبعة التي تشرف عليها سامية بن مغسولة. التفاصيل معنا زهيدة ثابت. أشرف الوزير الأول عبد الملك سلال سهرة أمس على اختتام فعاليات تظاهرة دار الدزاير التي أشرفت عليها سامية بن مغسولة، وهذا بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة. وتسلم الوزير الأول عبد الملك سلال نيابة عن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهادة عرفان وتقدير من قبل الوفود المشاركة في الطبعة الثانية لدار الدزاير، عرفانا برعايته لهذه التظاهرة الوطنية. واتفق المشاركون في هذه التظاهرة الاجتماعية الثقافية والفنية على تسليم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهادة عرفان وتقدير نظير رعايته الدائمة لهذا الموعد التضامني والأخوي الوطني. وقد تكفل الوزير الأول عبد الملك سلال بتسليم الشهادة ودرع التظاهرة إضافة إلى لوحة فنية نيابة عن رئيس الجمهورية تعبيرا عن الوفاء والمحبة اللذان يمثلان جميع الوفود المشاركة من 48 ولاية. وقد تميزت السهرة الختامية بإحياء عرس كبير تزينت فيه عرائس وعرسان من 48 ولاية طافوا بمكان وسط حضور جماهيري كبير وإيقاعات موسيقية محلية مع رقص الخيل والبارود، ما أثار إعجاب الحاضرين.